بزاف ان الجمهور العرايش متجمع عليه واحد التجاوب اللي هو جميل جدا. الجمهور راه كاين وانا فرحان في هذه التظاهره الجميله اللي كتسهر عليها الجمعيه المنظمه. وكنشكر الناس اللي استقبلوا لي وكنت نتمنى نكون قلت عن حسن الظن. طبعا هو السؤال المطروح على ستاندرد لان المقاييس هو ان نجم ستاندرد فهادشي كان السؤال. فالسؤال الثاني اللي غادي يكون هو مهدي والحاجي. ما علاقة المهدي بالحاجي؟ الاسم ديالي ولا الارتباط ديالو بالشيخ مهدي الحاجي كان حب الثقة بيناتنا قبل. فناقشنا واحد الالبوم ديال عيطة كانوا فيه الديو ديال عذاب قال لي ناقشنا وقال لي علاش ما كانش الاسم ديالي والحمد لله نجحت وانا في المسار الصحيح. في الفن الشعبي حاليا في القرن يعني 21 واش مازال عنده يعني شعبيات نقدر نقولوا لا من ناحيه وسائل الاعلام لا من ناحيه الجماهير لا من ناحيه كذلك الدعم للمؤسسات؟ بالنسبه للشعبي هناك بعض الدخلاء بعض فقط كينصبوا شي كلام نابل للتراث الجماهيري الشعبي ديالنا اللي هو حنا معروف عندنا الشعبي يعني كل شيء كيشتغل عليه بهم. بالنسبة للسؤال الثاني فالشعبي غادي يبقى دائما ماسك كل عند كل مغربي قح كما كنقولوا والشعبي دائما في الاعراس وكنشوفوا اي بلاصه الشعبي هو رقم واحد. كاينش عمل جديد غادي تقدم لنا؟ كاين واحد الفيديو انا والشيخ حاجي ان شاء الله وفيها مفاجاه مجموعه جديده شي حاجه صغيره هكا شي مول منها شي والله يا خويا سخفنا الله شي حاجه صغيره هاكي لا لا ولا لا خويا تسمعوا فيديا وحكاموا عليا لا حيل لا سباب. شكرا. شكرا الجمهور العرائشي. جمهور العرائشي جمهور ظهرني الليلة وكنقول لهم أنا جد فرح وجد سعيد بالحضور ديالي في مدينة عرائش اليوم. شكرا مهدي. نعم مهدي الله يشرفو يعني كل الجمهور كيتساءل على البصمة ديالك في الفن الشعبي الكل كيتساءل على البصمة ديالك في الفن الشعبي يعني وتخرج من الثوب ديال الحاجب يعني بحكم انك غنيتي للحاجب ولكن الناس بغوا يعرفوا يعني الفن ديالك الجديد فيه التراث الشعبي. الفنان الشعبي محافظ على التراث المغربي الشعبي محافظ على العيطة محافظ على الجوهر ديال العيطة وما كندخلوش كلمات نابية للتراث المغربي الشعبي ديالنا ونبقاو دائما محافظين على التراث اللي هو كنز ديالنا واللي ما كيغنيش الشعبية واللي ما كيتسموش الشعبية راه ماشي مغربي محض. نعم وبالنسبة للجوق الأوركسترا اللي أدات يعني يمكن تكلمنا على شوية إضاءة عليها. الفرقة فرقة في مستوى تبارك الله أنا غير جبت معايا ثلاثة الدراري ديالي ديال الفرقة فما جيناش كاملين. الفرقة عندي كتكون فيها 14 فرد ف كبيرة بزاف نقصنا منها شوية وخدمنا مع الموسيقيين الأكفاء. نعم والوضعية الآن اللي كيعيشها التراث الشعبي يعني خاص الغناء الشعبي يعني كيف كتشوف انت الاصدقاء ديالك كاينين بعض الدخلاء ولست اعمم كل شيء كاينين بعض الدخلاء الله يهديهم صافي ما تراش الشعبي راه كاع الناس كيعرفوا كيفاش داير. نعم وبالنسبه للجمهور ديالك يعني اللي فان ديالك اخص السوشيال ميديا يعني كيفاش التجاوب ديال الجمهور يعني كيفاش كتشوف التفاعل معك ومع الانتاجات ديالك؟ دائما تفاعل جميل ودائما الجمهور كنسيب لي واحد الجمهور اللي هو اللي اصلا محترم هو الجمهور ديالنا. وبالنسبه للجديد اللي قلتي ان مع شعبي يعني واحد فيه وانا والشيخ حاجب ان شاء الله ونخليه مفاجاه للجمهور.